جهود وطنية وإعلامية متميزة تعمل بشكل متواصل لإنتاج المواد الإعلامية والبرامج المتميزة على الشاشة الوطنية لتلفزيون البحرين، ومن بينها تميز برنامج السارية طوال شهر رمضان المبارك بطابعه الشعبي والتاريخي وأسلوبه المشوق في التقديم والمحتوى. الزميل يحيى العمري زار موقع القرية التراثية وعاد بالتقرير التالي. برنامج السارية حقق نجاح على مستوى البحرين وخارج البحرين. هذه طبعا النجاح اللي تشوفونه بجهود طاقم العمل. احنا نعمل خلال 24 ساعة في ظروف جدا صعبة. أول شيء احنا عندنا رمضان وعندنا أزمة العالمية، أزمة كورونا. خدنا الإجراءات الصحية كاملة. برنامج السارية طبعا الداعم الأول لسمو الشيخ ناصر، هو صاحب الفكرة، هو اللي فكر أن نسوي برنامج تلفزيوني. طبعا ما انسى أن أوجه الشكر لوزارة شؤون الإعلام على دعمهم للبرنامج من خلال توفير الموقع القارية التراثية والطاقم العمل. كل الشكر لسعادة الوزير علي بن محمد رميحي على دعمه. كل الشكر للموروث الشعبي، رياضات الموروث الشعبي على رسم خليفة القعود. يعني هم اللي اظهروا ذي البرنامج، لولاهم لولا الموروث ودعمهم يعني ما طلعنا بهذه الصوره. هذه فضل رب العالمين اول شيء قبل كل شيء ان توفر لنا هذه الموقع، لان ذي الموقع يعني يشكر كل من اجتهد وسوى هذه الموقع على رسم وزاره الاعلام وسعاده الوزير علي بن محمد الرميحي، بيض الله وجهه على ذي المكان وعلى المجهود والمده الزمنيه اللي سوى فيه ذي المكان. ذي المكان احنا استعملنا فيه في برنامجنا تقريبا 4 مواقع، بس المكان اللي تشوفه يظن انه هو في ذي الـ4 مواقع. المكان اكبر من اللي طلع في التلفزيون في برنامج السوري اكثر بوايد، في وايد لوكيشنات، وايد اماكن. احنا كنظره اخراجيه عايز ندور نبي نحصل لنا شيء نصوره، نقول كل زاويه تاخذها ما شاء الله لا اله الا الله مرتبه منسقه مهندسه من افضل ما يمكن يعني. وبرنامج الساريه طبعا روج حق الصوره التراثيه، وحاولنا كثر ما نقدر نوصل المعلومه من هي من العادات والتقاليد والموروث الشعبي حق الناس عن طريق الاسئله. التحدي الاول يكون انه هو البرنامج مباشر، هو اكبر صعوبه ان انت لازم تتفادى كل الاخطاء الموجوده، لان هذا الخطا راح يكون على الهواء على طول. فاحنا قد ما نقدر ان نكون ندلل ذي الصعاب الموجوده ومع الطاقم الفني الموجود معاي من مصورين اضاءه وصوت، اللي يعطيهم العافيه على الجهد اللي بذلوه كله، والهندسه وغيرهم من الناس ما بانسى احد منهم، كلهم بذلوا جهد جبار يعني علشان يطلعون بالبرنامج الحلو اللي انتم شفتوه على الشاشه. ودورنا بعد شلون نغير اللوكيشنات ونرتبهم ونجهزهم، وفي نفس الوقت بعد تجهيزنا مع الاعداد شلون بتظهر فقراتنا، وهذه طبعا هي الخطوه الاولى اللي نقوم فيها في البدايه عشان نجهز حق البرنامج عشان نطلع بشكل حلو يرضي الناس على الشاشه. طبعا دوري انا كمدير موقع هني ان اكون حاضر قبل الاستاف بساعتين 3 ساعات، اكون متاكد من اللوكيشن، نفس اللوكيشنات اللي هو عندنا اللوكيشن الرئيسي اللي هو استديو 1 اللي يطلعون من المذيعين وسائلتهم. بعدين اروح اللي هو الموقع الثاني اللي هو فيه الطباخ، طابخ ما طابخ وهالسوالف ذي. الكمبارس مثلا المجاميع لازم اتاكد في مواقعهم، في عندنا مثل ما تشوفون خيل، في عندنا جمال، هذه لازم كلهم اكون انا بعد على الاقل عندي علم عنهم انهم وين دلين. والستاف شنو نواقصه مثلا، ماي هالسوالف ذي اخليهم يوفرون لهم هالشغلات ذي كلها. طبعا احنا في خلال الشهر اللي فات هذا شهر رمضان استعداداتنا حق الموروث الشعبي او الديكور للموروث الشعبي هاي وايد مهمه صعبه، انك شلون تطلع الديكور بحيث انه تخليه بالفعل يعكس الحياه القديمه. فالحمد لله رب العالمين يعني الله قوانا قدرنا نطلع الشكل او الديكور بالصوره اللي المطلوبه حق الكل. يمكن الخبره، يمكن السنين، يمكن ان احنا عشنا الايام ذي، فهي اللي خلتنا نقدر نوصل حق هالمستوى والمرحله هذه. قبل الهوى على طول نراجع مع بعض، لان عندنا بعض المصطلحات اللي لازم احنا نحاسب فيها ونقولها بشكل جدا صحيح. اهم شيء ان احنا نعيش جو حلو مبتسم قبل ما احنا نقدم، ونحس ان احنا بنقدم الحلقه باريحيه. هذه الاستعدادات اللي انا اسويها بشكل جدا بسيط. شنو استعداداتك خصوصا البرنامج يعني اللي يميزه الطابع التراثي؟
شنو الصعوبات والتحديات اللي تواجهونها في هذا البرنامج؟ مثل ما ذكر أخوي حسن نفس الشيء، هو المصطلحات نحن لازم نركز إن إحنا نلفظها لفظ صحيح، الأبيات الشعرية يعني هذه كلها أشياء من موروثنا الشعبي، فلازم نتأكد إن إحنا نلفظها لفظ صحيح، فنراجع قبل الهواء وبعدين نيهني ونراجع مع بعض ونقسم الأدوار بيننا، فيعني الحمد لله الاستعدادات حلوة. السارية منصة إعلامية تراثية تزين شاشتنا الوطنية وتنقل الصورة الحضارية والمشرفة عن مملكة البحرين، يقوم عليها سواعد وطنية شابة تساهم في إيصال رسالة مملكة البحرين التراثية بصورة مشرفة ومشوقة في الوقت نفسه. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.